أسست شركة قبل 10 سنوات متخصصة في الاستثمارات في استشارات الاستثمارات العقارية. من أسستها إلى اليوم وإحنا نتطور يوميا على موضوع تقديم الحلول المثالية للمستثمرين. في عمر 16 سنة كنت أعتقد أن الحرية المالية هي أساس لكل إنسان، فبدأت أن أنا مع صديقي واحد من أصدقائي اسمه فهد البناي، هو يصور وأنا أبروز ونبيع لوحات، وبعدين بلشنا دخلنا في مجال الأزياء النسائية وبدأنا نبيع ونجحنا نجاح كبير جدا. اليوم أنا قررت أن أنا أكون حر، يمكن أخسر يمكن أربح يمكن أرجع مرة ثانية للوظيفة الحكومية، بس خلني أنا أسوي قراري بملء إرادتي. فلما دشيت العمل الحر أنا ما كنت أفقه في أي أبجديات العمل الحر، فرحت توجهت إلى أنجلز. الأنجلز اللي هم أنجل إنفسترز، اللي هم الناس اللي تدخل معاك إذا عجبتهم فكرتك. فرحت أنا ما أعرف أحد، عندي فكرة أن أنا أسس شركة متخصصة في التسويق الإلكتروني، كان سنة 99، فأسست أول صحيفة إلكترونية بمجهودي الذاتي واسمها في ذيك الحزة كويت وارك، فضجت الإعلام أن هذه أول صحيفة إلكترونية في العالم العربي وأن إحنا شلون يطلع لنا هذا المنتج، واخترق قانون المطبوعات. هي ما كانت، هي مجرد صحيفة إلكترونية. الحاصل من هذا أن أسسنا الشركة، أنا ما كان عندي أي دينار أدخل فيه، ولكن في شيء في علم المال أن أنت صاحب الفكرة أنا أعطيك نظيرها حصص في الشركة، فقيمت فكرتي بحصة بالشركة، وما أسسناها مليون، أسسناها ب100,000، ودخلوا معي المشاريع الصغيرة ودخلوا معي الأنجل إنفستر. طبعا مرت علي 5 سنوات في هذا المشروع، أنا ما أعرف أصول المحاسبة ولا أعرف أصول الاستثمار ولا التسويق ولا الـ HR ولا عندي فكرة بالليجل. هذه 5 أشياء الأساسية اللي أي إنسان لازم يدخل السوق ويشتغل لازم يكون ملم فيها. ما كنت أعرف شنو معنات التيمورك، ما أعرف الليدرشيب، ما أعرف شنو الاسترس في العمل. كنت أنا جايب واحد ما عنده سابق خبرة في شيء وعطيته إدارة شركة بكافة معانيها وصعوباتها وتحدياتها. مرت 5 سنوات كنت أشتغل ليل نهار، كنت أنام في المكتب على الطاولة لإثبات أن أنا أستحق النجاح. بعد 5 سنوات خسرت الشركة وتم تصفيتها. هنا هي التحدي، أنا وين أروح بعد هال5 سنوات؟ أنا فلوس ما عندي، أنجل إنفسترز خسرتهم، أنا خسرت فكرتي وخسرت شركتي. بلشت أدخل أن أنا أرجع إلى القطاع الخاص، فغيرت اتجاهي من الأونلاين والماركتينج والأونلاين سوليوشنز إلى أن إحنا ندخل في مرحلة جديدة اللي هو الاستثمار، وكان هذا في سنة 2004-2005، واشتغلت 5 سنوات في إحدى الشركات الكويتية المرموقة وعلمتني أسس كثيرة كنت أنا أفتقدها اللي هي المحاسبة والاستثمار والـ HR. فبعد 2 أو 3 سنوات اشتغلت في شركة ثانية أهلتني أن أنا أكون في مستوى أعلى من البدايات اللي مالتي. قررت أن أنا خلاص في 2008-2009 قررت أن أنا أبتدي خطي الجديد بعد الأزمة المالية العالمية وأسس شركتي، فبديت أطبق فيها كل النظريات اللي أنا أحبها. واليوم أنا بعد مرور كل هالمشوار هذا أنا أعتقد أن قراري في الخروج من الحكومة
كان من أجمل قراراتي، مع أنه كان يلاقي معارضة كبيرة جدا من كل من هم حولي، لأن أنا مهندس وكان ممكن يكون راتبي وايد عالي بالحكومة، والحكومة طبعا تعطي 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 محفزات أنك أنت تير وتعطي كوادر وتعطي، بس أنا قبلت أن أنا يكون راتبي مع شركتي الخاصة فيني أقل، ولكن أنا في المقابل حر نفسي. فيعني أنا عندي مبدأ أن فاز بالملذات من كان جسورا، ومن يخشى صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر، وأن أنا عندي أسمى قاية لي هي الحرية المالية. اليوم أنت يمكن توفر لنفسك الثراء المادي ويمكن ما توفره، ولكن أنت عندك الثراء الشخصي في استقلاليتك الفكرية والحرية الشخصية، وأنك أنت تكون منفذ لكل أفكارك. أنا اليوم أفكر أنا باكر أنفذ، ما يعقني شيء، نجاحي لي وللتيم اللي معاي، وفشلي علي لوحدي. أنا أعتقد أن أي إنسان، أنا في تجربتي البدائية لما أنا بلشت الشغل كأني أنا ركبت بوت صغير، قارب صغير، ورحت المحيطات بدون ما كان عندي أي استعداد. يعني على الأقل أنت لازم يكون عندك لايف جاكيت. أنت اليوم لما تدخل في أي شيء لازم تلبس اللايف جاكيت، البحر قصدي، لما تدخل البحر لازم تلبس لايف جاكيت. اليوم أنت تبي طب لازم يكون باراشوت، طب من الطيارة تجرب السقوط بالمظلة، لازم تجرب أن الباراشوت يشتغل، مو تقط نفسك وتقول أنا بجرب نفسي. لا، أولا في شيء اسمه ريسك وفي شيء اسمه كالكوليتد ريسك. الريسك أنك أنت تدخل وأنت عارف أنه في ريسك بس أنت ما استعديت له. الكالكوليتد ريسك أنك أنت تدخل وعارف مسبقا شنو المخاطر ومستعد لها. لازم قبل لا تدخل في أي مشروع أنك أنت تتنبأ بالأسوأ، مو علشان تحبط نفسك ولكن عشان تستعد له. هذا رقم واحد. رقم اثنين، دائما خلي التيم معاك، هم فوقك مو أنت فوقهم. دائما أنت حسسهم بأنهم أساس الشركة مو أنت أساس الشركة. لا تعتقد أنك أنت رئيس تنفيذي، لا تعتقد أنك أنت جنرال مانجر، لا تعتقد أنك أنت رئيس مجلس إدارة. أنت عضو من فريق جميل جدا، لازم يكون يحبك في الدرجة الأولى ويحب الهدف اللي هو قاعد يمشي معاه، ولازم يحس أنه هو هالمنظومة قاعدة تحقق له حلم الشخصي اللي هو معاك قاعد يحققها. كأن فريق كرة قدم المدرب فيه ما يلعب، المدرب يوجه علشان اللاعبين يطلعون أفضل ما عندهم ويحققون النجاح بشكل جماعي. اليوم الأوركسترا الكمبوزر هو ما يعزف، وهو ما له علاقة بالعزف، بل أن العازفين قد يفوقون مهارة في العزف، ولكن هو المنظم للروح اللي تطلع لك أجمل نوتة. وهذه هي الفكرة.